يا دنيا عمالة تلف والكل بيلف معاكي، تعبتي والله يا دنيا ولا حد عالم بشقاكي، راضية بحملك وهمومك والصبر هو اللي دواكي، والدنيا لما تضحك الكل يضحك وياكي. وانت يا شمس الشموسة يا حنينة على دنيانا يا مدفية الكل بنورك، وانت يا شمس بردانا، انت يا شمس بردانا، ده العمر عمال بيجري، العمر عمال بيجري، ولا انت بيدريانا. غدرت ليه بأحبابك انت يا قمر الليالي، انت يا قمر الليالي، عمال تنور لنفسك دايما بتطلع في العالي، انت يا قمر الليالي. يا دنيا صلح الزمن وانسي يا شمس الشجن، يا دنيا تصلح الزمن وانسي يا شمس الشجن، واطلع علينا يا قمر. صباح الخير يا ماما شمس. اهلا يا قمر. ايه ده؟ على فين من بدري كده؟ رايحه النادي، تيجي معايا؟ لا، اصل انا عندي ميعاد مع صاحبتي منى، هروح نركب عجل في المعادي. ايه ده بقى؟ دي حاجه جديده ولا ايه؟ ركوب العجل دي رياضه ظريفه قوي، وانا هروح لهم المعادي لان ده احسن مكان ممكن نركب فيه عجل. يا سلام، ورايحه كده من غير ما تقوليني؟ امال انا كنت جايه اعمل ايه؟ يعني انت كنت جايه مخصوص علشان تقوليني من غير ما اسالك؟ ودي عايزه كلام؟ طيب قولي لي، ايه رايك في اللبس ده؟ حلو قوي، بس انا بقى اول مره اشوفك بتهتمي بنفسك. ابدا ولا بهتم ولا حاجه، انا بس يعني بسال عشان يمكن اللبس ده ما ينفعش للنوادي، وانت عارفه انا ما بفهمش قوي في حكايه اللبس دي. لو حضرتك لبست شوال هيبقى عليكي جن. يا بنت اطلعي من دول. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. انت وحشتني قوي دكتور. وانت كمان وحشتني قوي. قد ايه نيفين بتحبك يا شمس؟ نيفين بنت عمور ولذيذه قوي وظريفه جدا. مش هتصدقي لو قلت لك ان هي بتحبك وبتسال عليكي اكتر من مامتها، زي ما انت برضو بتحبيها وبتسالي عليها اكتر من مامتها. القلوب عند بعض. ممكن اقعد معاكم؟ اما يعني اخاف لا يكون فيها احراج. لا اطلاق. نيفين، مش تروحي تشوفي صحبات الجمعه ولا لسه؟ طب اسيب دكتور شمس؟ ما تخافيش يا حبيبتي، انا قاعد مع دكتور شمس. طيب يا دكتور ثانية واحدة. تفضلي يا حبيبتي.
نيفين مرتبطة بيكي قوي يا شمس، كانت ممكن تكون بنت أمي. أنت لسه فاكر؟ وهي دي حاجة تتنسي؟ دي اتنست على طول. في الحقيقة أنا مش عارف أقول لك إيه. ما حدش قالك تقول حاجة. المهم نيفين بتاخد العلاج كويس؟ أيوة بس أرجوك يا شمس، عايزها تفضل تحت رعايتك على طول. مش عايزة كلام، أنا قريب هعمل لها رسم قلب وشوية اختبارات. في الحقيقة شمس أنا محرج قوي، واضح إن نيفين واخدة جزء كبير من حياتك، حتى الوقت اللي انت مفروض تستريحي فيه ان هو يوم الجمعة بتقضيه معاها، وكان مفروض تقضيه مع بيتك ولنفسك والأولادك اذا كان في اولاد، يعني حتى الوقت ده بتاخده منك. لا ابدا، ما انا كمان محتاجة شوية ترفيه، اما من ناحية البيت بقى فماما ربنا يخليها قايمة بالواجب. ربنا يخليها لك. والاولاد؟ الولاد كبروا خلاص، الولد بقى مهندس ومسافر مش هنا، والبنت السنة دي داخلة الجامعة ان شاء الله. مهندس؟ غريبة، أنا بقالي غايب عن البلد 18 سنة بس. دول مش ولادي، دول ولاد إخواتي وأنا اللي ربيتهم، بس أنا حاسة إنهم ولادي فعلا، وهم كمان حاسين إن أنا أمهم الحقيقية. عظيم أوي يا شمس، ده بالنسبة للأولاد، إنما بالنسبة لجوزك؟ أنا ما اتجوزتش. صحيح؟ تقصدي تقولي إنك لسه ما اتجوزتيش؟ افتكر ان ده اللي انا قلته، وانا اللي كنت فاهم اني اوعى تفتكر ان في سبب. انا لما قررت اواصل تعليمي قررت كمان ان يكون هدف الوحيد. متهيألي لو كنت اتجوزت ما كنتش وصلت للمركز اللي انا فيه دلوقتي، وبعدين تربيه دلوقتي لما شغلتني اوي. انت انسانه هايله يا شمس. ليه؟ عشان ما اتجوزتش؟ لا، عشان دايما بتضحي. دي مش تضحيه، ده شيء انا اللي اخترته. وبعدين ما انا فيها لغايه دلوقتي اهو، انا خلصت تعليمي والولاد ما بقوش محتاجيني، لكن انا مش بفكر في الجواز. ولو فكرتي اكيد اللي فكرتي فيه ده هيبقى سعيد الحظ. على العموم دي مجامله ظريفه قوي. لا دي مش مجامله، دي حقيقه. على فكره انا كنت عازمك النهارده على العشاء، بس كنت خايف. لا تعزمني بمناسبه ايه؟ من غير مناسبه. على فكره رأيها نفسها تشوفك قوي، وفرحت لما عرفت ان شمس هي الدكتورة شمس اللي كانت بتراعي بنتي وبتاخد بالها منها. ازيها رأي؟ لما تبقى تشوفها بسلم يعني. الله يسلمك. هي دلوقتي قاعدة معانا في الفيلا، بعد بابا وماما لما توفوا هي الوحيدة اللي قاعدة في الفيلا. الحقيقة انا سبت مراتي. احلى حاجة في الدنيا ان الواحد يتجوز واحدة من بلده. ايه ده؟ انت قررت تستقر في مصر؟ ايوه، انا قدمت اوراقي وباذن الله هستلم الشغل من اول السنة. عظيم. الله، مين كان يصدق ان احنا هنتقابل تاني؟ ها قلتي هعزمك على العشاء معايا. يا حبيبتي، دموعك يا حبيبتي على خدك، اكيد ما تجوزيش زيي. معلش هتتعدل لك ان شاء الله. انا وانت يا رب. هي يا فريده ليه يا بنتي تعبه نفسك كده؟ تعب ايه يا خالتي وانا بعمل حاجه؟ ده انا لو قدت صوابع شمع مش هوفي جمايلكو. ان شاء الله يا رب كده تعب لك يوم فرحك. فرحي؟ هو فين فرحي ده يا خالتي؟ ما خلاص فات الميعاد. بقول لك ايه يا خالتي، هي الدكتوره شمس ما بتتجوزش ليه؟ نصيبها يا بنتي، واحده زي دي الف من يتمناها. هي اللي مش عايزه. حد في الدنيا يلاقي حد يعوزه ويقول لا؟ عقلها بقى. تبص لحالتي يا خالتي، حط ايدي على خدي، لا انيس ولا ونيس ولا حد بيسال عني. كلنا اهلك يا فريد. الله يرحمك يما، كانت هتتجنن عشان تجوزني، كانت دايما تقولي انا مش عايشه لك العمر كله يا بنتي، مش عايزاكي تعيشي وحدانيه. الله يرحمها طلبت نفسها الرحمه. هو انا كان حد جاني وانا قلت لا ولا عبرني حتى؟ انما الدكتوره شمس هي اللي بتقول لا. عارفه يا فريده؟ ايوه يا خالتي. الست حكمت
جارتنا اللي ساكنة قصادنا في الشقة دي. مالها يا خالتي؟ جاتني من كام يوم وقالت لي والله فكرة. خير يا خالتي؟ خير بإذن الله. حاجة كده جت في دماغي حقا لو نفعت. عايزة حاجة يا ماما؟ عايزاكي طيبة يا حبيبتي. على فين كده؟ رايحة نادي، لازم عشان تقابلي البنت الخواجاية. خواجاية ايه بس يا ماما؟ دي مصرية لان ابوها مصري. انا عارفة يا بنتي، ما هو كلامها مكسر كده. لو تعرفي دي بنت مين. بنت مين؟ هبقولك بعدين. شفتي يا فريدة؟ شفتي انت مسلية يا ماما ازاي؟ همشي بقى، مع السلامة يا حبيبتي. روحي يا بنتي، ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة. انت خارج الليلة كمان يا عاطف؟ مخرجش ليه؟ يا عاطف انت كل ليلة بتخرج. زهقان. طيب خدني معاك. ايه ده انتي؟ ليه لا؟ لا اصل متهيألي انت لو خرجت معايا في مكان عام ما تعرفيش تقولي كلمتين على بعض. ليه بقى يا سعاد؟ يعني خدتي على قعدة البيت، كل اللي بقى في نفوخك هنا الغسيل والطبيخ والمسح والكنس والحاجات اللي زي كده يعني. ودي حاجة تزعلك؟ لا ابدا ما تزعلنيش، بالعكس خليكي كده احسن لك. واحسن لك. واحسن لي. بلمك بكل النجاح اللي بعيش دلوقتي. بعد ما خرجت من حياتي حصلت عندي رغبة شديدة في اني اكون حاجة. حبيت اثبت لنفسي اني مش انسانة فاشلة، واني ممكن اكون سيدة مجتمع راقية شيك وانيقة وست متعلمة. بس كان لازم ابدأ من الاول. ذاكرت، وبعد ما اخدت الثانوية العامة بمجموع كبير دخلت كلية الطب، وبعد 7 سنين اتخرجت وعملت دراسات عليا، وبعدها عملت ماجستير، ودلوقتي بعمل دكتوراه. انا سعيد، سعيد قوي اللي بشوفك كده. لكن كل ده كان على حساب شبابي، اجمل ايام عمري. اتقدموا لي ناس كتير لكن رفضت. خفت ان اي حاجه تشغلني عن مشواري اللي قررت اني امشي. ده القدر يا شمس، القدر اللي خلاكي تتخصصي في مرض القلب عشان تعالج بنتي، وثانيا خليكي ترفضي الجواز عشان. عشان ايه؟ اوعى تقولها. انت متصور ان بالبساطه دي اقول لك اهلا وسهلا انا مستنياك؟ لا يا هشام، لا ارجوك ابعد عن طريقي. لقطات كوميدية، مقالٍ مضحكة تدخل السعادة إلى القلب، في مشاهد خفيفة. اسمعين بيه أبو مناخير. مين؟ خيط خرير على خيط خرير. مشاهد خفيفة، السبت 9:30 مساء على ذكريات. أبطال حبيناهم، وكانت المواجهة بالحلبة بينهم حتمية. فنون قتالية وحركات قوية ما ننساها تشعل الحماس فينا.
يبقى منتظرين الفايز للنهاية في مصارعة حرة. مصارعة حرة الثلاثاء 11 مساء على ذكريات. قمر انت يا جميل، تعالى يا عم رجب حط الحاجة هنا. طبعا ماما ستو مش عايزاكي تمشي من البيت خالص لانها معتمدة عليكي في كل حاجة. ايه ده؟ ايه اللي انت جايباه ده كله؟ دي زعبتني قوي يا ست هاني، ما خليتش محل دخلته الا واشتغلت منه كده. يا عم رجب الحق عليا اني خدتك معايا. عليكي وانت كنت تعرفي تروحي لوحدك ولا كنت تقدري تشيلي ده كله؟ يا عم رجب ده انا اكلتك جلاس. ايه جلاس؟ قصدك الجرانيتا دي حتى كانت وحشه. طيب يا عم رجب. طيب ايه عايزين مني حاجه؟ انا اصلا هخلص الوغايه قبل ما اروح مع الدكتوره سامس العياده برضه. طيب يا عم رجب اتفضل. طيب. المهم ايه اللي انت جايباه ده كله؟ الجامعه يا ماما ستو. جايبه الجامعه؟ لا يا طنط فريده، جايبه حاجات للجامعه. انت نسيتوا ان انا قربت اخش الجامعه؟ ما نسيناش، بس مال الجامعه ومال اللي انت جايباه ده كله؟ يا سلام يا ماما ستو، شويه فساتين كده وجزم وحاجات، لازم بنت بنتك تبقى اشيك واحده في الجامعه. الحق مش عليكي، الحق على ماما شمس اللي مدلعاكي. ماما شمس دي سكر، عمرها ما بتتاخر عليا في ولا حاجه. طب انا بقى هسلطها عليكي. ما تقدريش، ده انا لو طلبت منها لبن العصفور هتجيبهولي. شوفي البنت ماليه ايدها منها ازاي. انت غيرانه علشان جبنا لنفسنا شويه حاجات. اتفضل يا ستي شال علشان اجمل ماما ست في الدنيا. بتبلفين يا بنت. ودول بقى علشان طنط فريده. يا حبيبتي يا قمر، حتى انا كمان ما نسيتنيش. ده انت الخير والبركه، واخده حنيه اللي ربيتك. اما بقى شويه الحاجات دي دول ليا، وبقيتهم لماما شمس. ماما شمس ست الكل. كل مره تعتذر يا شمس. صدقني يا دكتور وجدي، في ضيوف جايين عندي يزوروني النهارده بعد العياده. ضيوف؟ حاجة جديدة دي؟ ليه؟ هو أنا مقطوعة ولا إيه؟ لا ما أقصدش، بس أول مرة أسمع منك الكلام ده. دول ناس أعرفهم من زمان قوي وجايين يزوروني. أمرك يا شمس، بس خلي بالك أنا بالي طويل قوي ومستني. أنت طيب قوي يا دكتور وجدي، وخسارة تضيع وقتك معي. إيه؟ ضيع وقتي؟ لأني ما أفتكرش إني هساعدك في يوم من الأيام. شمس، انت لو ملك نفسك هتقدر تساعديني، لكن لو ملك غيرك مش هتقدر. ايه يا ماما، دخلت اوضتك من دلوقتي ليه؟ أبدا يا حبيبي، لقيت نفسي خلصت فقلت أجي أرتاح شوية. هتنامي من دلوقتي؟ هو فين النوم يا ابني؟ ما أنا عارف طبعا، مستنية بابا ما يجي وتعشيه وتطمني عليه. لا، أبوك بيجي الأيام دي متعشي جاهز. ماما في حاجة؟ لا أبدا يا حبيبي، هيكون في إيه بس؟ بابا بيتأخر فين الأيام دي؟ ياه، تلاقيه مع أصحابه ولا حاجة. طب
طب وحضرتك ما بتخرجيش ليه؟ اخرج اروح فين بس يا حبيبي؟ يا ماما اخرج روح في اي حته، ولا ليكي صاحبه بتزورك ولا انت بتزوري حد ودايما قاعده في البيت. تعودت على كده. الله يرحمها الست هدى، كانت فارجه عليا. حتى خالت فريده سابت البيت ومشيت، هي برضه كانت مسلياكي. معاك حق، بس برضه هناك مسليه ماما وبرضه مسليه نفسها. هقول لك حاجه، يلا بينا نورك. يا ابني يا حبيبي نروح فين بس؟ نروح في اي حته، نروح عند ماما ست. مش وقت وده مش ميعاد، وبعدين ما تعودتش اخرج يا ابني من غير ما اقول لابوك. لحد دلوقتي ولا العمر كله؟ خلاص ما اخرجش الا باذنك. يا ريت يا ماما كل الناس زيك. كل حاجه رفت يا عم رجب. زي الفل يا ست هاني. ده انت من ساعه ما جيتي من عياده يا ست الدكتور وانت ما عدتيش. اشتريت كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها؟ ايوه اشتريتها، اشتريت الكحك والجاتو والفاصن الفاصن فاصودا. على عموم كل اللي كتبتيه في الورقه جبته لي. كويس قوي. الظاهر يا ست هاني من الناس اللي جايين مهمين قوي. دي واحده زميلتي من ايام الدراسه. ايه؟ واحده بس اللي جايه؟ لا لا، معاها اهلها طبعا. طيب استاذن انا بقى. لا تستاذن ايه؟ امال مين اللي هيساعدني بقى وانا بضايفهم؟ انت عارف ان ماما ست كبيره وما تقدرش يعني تساعدني. وانا اقبل، وانا اقبل ان الست الكبيره تتعب؟ لا انا ما بقبلش ابدا. الزهر جم، افتح لهم الباب وبعدين حضر حد وبشيل بقى اللي هنا. حاضر. اهلا اهلا، اتفضل. اهلا بيك. اهلا اهلا رأي، وحشاني وحشاني قوي. وانت كمان يا شمس. ايه ده، معقوله انت زي ما انت كده ما اتغيرتيش؟ انا اسفه قوي يا دكتور. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا اهلا، منورين. اتفضل اتفضل. معلش بقى نيفين ما سلمتش عليكي، اصل ما تعرفيش عمتك رايه بقالي مده طويله قوي ما شفتهاش. لا انا زعلان. اسمعي انا زعلانه. اصل نيفين بتتكلم زي ما انا بتكلم بالظبط. على العموم كويس قوي انها بتتكلم عربي كده. لا ما عندكيش فكره يا رايه، نيفين عندها قوه عزيمه جامده. حقيقي بقى ده اللي ساعدنا في شفاء. ازيك يا رايه، وازاي جوزك وازاي اولادك؟ جوزي هو انا بشوفه خالص. انا سمعت انه دايما مسافر. معلش بقى شغل، هتعملي ايه؟ اهو احنا كده يا رجاله، تملي نعمل كل حاجه حلوه في الدنيا وفي الاخر ما نعجبش حد. يا سلام، مظلومين قوي معنا يا حرام. اتفضلوا. اتفضل يا رأي. يا سلام، انت اللي بتقدمي بنفسك، انا ست بيت قبل كل شيء. اتفضل يا نيفين. شكرا. اتفضل يا دكتور. مين يصدق ان الدكتوره شمس اخصائيه القلب المعروفه يبقى عندها وقت فاضي وبتقدم كمان بنفسها؟ كريه، انا ست قبل كل شيء. ودي اجمل حاجه فيكي. امسك الخشب يا شمس، فعلا ما تغيرتيش خالص. دي مبالغه بعدين اصدق. فعلا يا شمس انت ما تغيرتيش. على العموم ده بيرفع روحي المعنويه، الست مهما وصلت لمراكز ست برضه، وبيبسطها قوي كلمه الاطراء. هو ده بس اللي اتغير فيكي. مش فاهمه يعني، الاول كنت خجوله وكلامك قليل قوي، انما دلوقتي بقى ايه ما شاء الله. يبقى انا بقى رايه. من كام سنه انتم اعرفوا بعض انشر رايه؟ من واحنا يا حبيبتي لسه في المدرسه. شيء غريب قوي مش كده؟ الدنيا صغيره قوي يا حبيبتي. مش فاهم. اسمها مش فاهمه. يعني ياما الايام بتفرق بني ادمين، وبتيجي الدنيا بترجعهم من اول وجديد. انا فرحان كتير عشان لقينا دكتور شمس. قصدي فرحانه. ما
معقولة يا شمس؟ معقولة؟ مش عارفة تلم عليكي أبدا. زي ما أنت شايف يا دكتور، شغل على طول. خلاص أبعت لك أخت الرسمة عشان أعرف أقابلك. مش فاهمة. تليفوني يجي لك مريض قلبه تعبان قوي قوي قوي، هتروحي تشوفيه على طول. سلامة قلبك يا دكتور. ما هو مفيش طريقة غير كده. بقى بعد 20 سنة جاية تقولي الكلام ده؟ صدقيني يا ماما، عاطف اتغير قوي. ده بس متهيألك يا بنتي. أنا كنت عاوزة شمس ضروري. شمس اتأخرت قوي في المستشفى النهاردة، يبقى زمانها جاي. بس شمس هتعمل لك إيه؟ تشوف لها حل معاه. يا بنتي شمس هتشوف إيه ولا إيه؟ وبعدين هي فاضية. هي جت عليا أنا وبقت شمس هي فاضية؟ أنا الحق عليها اللي جت لكم. يا بنتي ما أقصدش. خلاص أنا ماشية، ما عنديش جاية هنا تاني. إيه؟ الشاي، الشاي دنيا. مش عاوزة حاجة. مالك يا دنيا؟ زعلانة يا ستي وعايزة تمشي. معقولة؟ لا 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 ما يصحش، اقعدي اقعدي بس شوية. معلش يا فريدة أنا ماشي. اسمعي دنيا، تعالي يا بنتي اسمعي أما أقولك. مشيت يا خالتي. مجنونة بعد 20 سنة جواز جاية تشتكي من جوزها وعايزة شمس تشوف لها حل. هي شمس دي هتشوف ايه ولا ايه؟ عيني عليك يا شمس، طول عمرك شايله الحمل كله. يا ترى انت فين يا عاطف؟ كل ده بره البيت؟ علينا الغسيل بقى. قول لي ليه عاطف برا البيت؟ مش حاسس، مش حاسس بحاجة. فاتورة لسورة ذهب؟ يا ترى جايبها لمين يا عاطف؟ ايوه انا قلبي كان حاسس، انا قلبي كان حاسس يا عاطف. السابعة مساء على ذكريات. بونسوار يا أستاذ. يلزم خدمة؟ نبتدي مع سيادتك الرحلة. يناموا كل البيت وأنا أتسلل إلى الخارج وإذا بأخويا فضل متربص لي. وعيناهما. موسيقار الأجيال. صابي بيغني صوته جميل، ما عرفتش بقى انه عبد الوهاب اللي بعدين. محمد عبد الوهاب، الحان واغاني اثرت العالم العربي. فضلت اجري 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 لغايه لقيت نفسي اني انا راجل ايه، مواد مجنون. يا صلاه فن لا ينسى. يا صلاه الزيت على الكمرى يا صلاه. النهر الخالد، الاحد 11 مساء على ذكريات. ما فيه أجمل من ابتسامة وسط الدموع
البسيط اللي أضحك العالم بدون أي كلمة. الأسطورة الكوميدية شارلي شابلن. شارلي شابلن يوميا من الأحد إلى الخميس 8 مساء على ذكريات. فين؟ جوه. اصل كنت عند الست حكمة جارتنا. طب ومالك بتتكلمي بشويش كده؟ اصلها كلمتني على عريس. ماما سته عريس في السن ده؟ يكتك ايه يا قمر؟ اخص عليك يا بنتي بقى بعد شبت دي عايزة اتجوز. ده انا حتى لو كنت لسه عيلة صغيرة وانا اعرف حد بعد جدك. يا سلام على الإخلاص. أمال العريس لمين؟ هي عايزة عروسة لأخوها، فأنا فكرت بقى إيه في فريدة. طنط فريدة؟ هي كانت لسه هتتجوز في السن ده؟ ما تتجوزي ليه يا بنتي؟ ما هو راح الراجل كبير. كانت الأول بتقول فاضل له سنة ويطلع المعاش. عرفت إن هو طلع المعاش خلاص ومراته ماتت وولاده كلهم متجوزين، وعايز بقى واحدة كده تونسه في وحدته بدل ما يبقى عالة على ولاده. وهو حيرضى بيها؟ وما يرضاش ليه يا بنتي؟ دي فريدة طيبة وغلبانة وبنت حلال ومقطوعة ملهاش حد. هو عايز ايه اكتر من كده؟ اما حكاية حلوة قوي يا ماما ستو. طب قوليلي بقى هما هيتقابلوا فين وامتى؟ اقولك هو دلوقتي عند الست حكمت. انا بقى ايه هرجع تاني اروح لها، وانت تقولي لها ماما ستو اتاخرت عند الجيران روحي اندهلها، بس ما تخليهاش تيجي متبهدله كده، خليها تلبس كده وتتسوق وتتوضب. ازاي بقى يا ماما ستو؟ يعني هقولها تلبس سواريه عشان تيجي تنتجي من عند الجيران؟ لا يا بنتي مش كده، قولي لها يعني عندهم ناس وما يصحش تروحي كده. ومش عيب برضه يا ماما ستو لما اقولها هي تروح وانا موجوده؟ يا بنتي تصرفي، هو انت يعني هتغلبي؟ حاضر هتصرف، روحي حضرتك عند الجيران وانا هتصرف. يا احلى ماما ست في الدنيا يا بتاعت التكتيك انتي. طيب انا رايحه. يلا ما تنسيش. والله يا شيما انا خايفه لا شمس تزعل لما تعرف ان النيفين بخير ونما ضحكنا عليها. اعمل ايه؟ عايزه اشوفها، مفيش حل قدامي غير كده. ده وانا بكلمها في التليفون اتخضت جدا على البنت لما عرفت انها تعبانه. ما انت عارف قد ايه هي بتحبها. وانا كمان بحبها. والله انا خايفه منك يا هشام. خايفه ليه؟ خايفه منك وخايفه من شمس كمان. انا واثق ان شمس بتحبني. بس تفتكر بعد اللي حصل ده؟ نيفين مالها؟ ما تتخديش يا شمس، نيفين بخير. اتفضلي اتفضلي يا دكتورة. دكتور هشام خير؟ خير. ما تتخديش يا شمس، بقولك نيفين بخير. وبصراحة بقى أنا ماليش دعوة، أنا أخش أعملك حاجة ساعة ومنك هشام. اتفضلي اتفضلي. أنا مش فاهمة حاجة خالص. كان لازم أشوفك. تقوم تعمل كده؟ انت ما تعرفش نيفين بالنسبة لي ايه؟ وانت كمان ما تعرفيش انت ايه بالنسبة لي. دكتور هشام. هشام هشام يا شمس، اللي اول مرة شافك في المكان ده. ياه ده انت مش ناسي. انسى ازاي؟ الانسان ممكن ينسى اللحظات الحلوة في حياته، لكن صعب قوي انه ينسى اللحظات المرة. جايز لقاءنا هنا في الفيلا كان من اللحظات الحلوة في حياتنا، لكن بعدها جت لحظات مرة صعبة قوي اني انساها. انا كفيل بيها، كفيل اني اخليكي تنسيها.
بتتكلم بثقة عجيبة. لأني واثق من نفسي، واثق كمان إني أحبك. من نفسك يمكن، لكن إزاي تكون واثق إن أنا؟ أنا متأكد من شعورك، متأكد إنك لسه بتحبيني. مش كويس تكون غلطان؟ كل اللي أنا متأكد منه إن أنا شام وإنت شمس. شمس؟ شمس اللي في لحظة سبتها؟ تعالي نرمي كل اللي فات ورا ظهرنا ونبتدي من أول وجديد. فاكرة؟ فاكرة أول مرة تقابلنا هنا؟ كان خطوبة أختي رأية. دخلتي على الباب وانت مكسوفة قوي، لفاتي نظري، جريت عليكي جري، لقيتك بتسأليني بتقولي لي هي رأية موجودة؟ رديت عليك وقلت لك لازم لازم تكون موجودة. ساعتها قلبي كان بيدق قوي. شفتي؟ لسه فاكرة. لكن ما سمحتكش. غلطة، غلطة وحصلت وكلنا بنغلط. غلطة كلفتني حزن العمر كله. غلطة عملت منك إنسانة قوية. لو كنا اتجوزنا وقتها كنت فضلتي معاك الثانوية العامة وكنت ست بيت. بس كنت هساعدك، ويمكن ده كان يسبب لك شيء من الألام. إنما دلوقتي بقيتي قوية. كنت هبقى ملكك في كل دقيقة، لكن دلوقتي أنا حتى مش ملك نفسي. وده حيساعدني أكتر لما أحس إني بسرق منك لحظات سعادة، واللي ما تملكوش الإيد بيبقى أجمل من اللي في إيدينا. هو العمر دلوقتي بقى فيه كام لحظة سعادة؟ لحظات السعادة حتى لو كانت قليلة أحسن من سنين سعادة وتكون مش كاملة. أنت عاوز مني إيه؟ أنا مش عايز، أنا برجوكي. خلاص بقى يا دنيا، خلاص يا حبيبتي، حقك علي. ما تزعليش يا حبيبتي، أنا امبارح بالليل كلمت شمس وحكيت لها على كل حاجة. آه، وهي إن شاء الله إن شاء الله دلوقتي أول ما تصحى هتجيلك قبل ما تروح العيادة. آه، ما ليه؟ طيب طيب، حاضر، مع السلامة. كنت بتكلم مين يا جميل؟ الأحوال بتاعتك الأيام دي مش عجباني، واضح إن في حب جديد. يا بنت أنت مش هتبطلي شقاوة بقى، في واحدة تكلم ستها بالطريقة دي؟ بنات العصر يا ماما ستو، أنتوا بقى بنات الظهر. ها، مش هتقولي لي كنت بتكلمي مين؟ كنت بكلم خالتك دنيا، أصلها صعبان عليها مننا شوية، وكنت بطيب خاطرها بكلمتين. هي فريدة فين؟ راحت تعمل شاي وجاية على طول. أصل الست حكمة جت من شوية وكلمتني، قالت لي إن أخوها عجبته فريدة وما عندوش مانع يتجوزها. طب حتة مفاجأة. خلاص يا ماما ستو، أنا هشغلك خطبة، بس قولي لي هتاخدي كام في المية؟ يا بنتي يا شقية، بطلي بقى شقاوة، بطلي. المهم كانت فريدة تعرف حاجة؟ دي ما عندهاش فكرة خالص. الشاي يا خالتي عيشة. حطيه يا حبيبتي وتعالي، عايزاكي في كلمتين بس عشان الحق اروح اقمع البامية بسرعة. يا اختي بلا بامية بلا مش بامية، تعالي بس حطي الشاي. نعم، سمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول ايه؟ يعني لو جالك عريس ترضي تتجوزي؟ عريس؟ لا يا عريس، يا ريت يا خالتي، يا ريت عريس. الا ما جه زمان هيجي دلوقتي يا خالتي. طب ايه رايك بقى ان في واحد عاوز يتجوزك؟ يتجوزني انا؟ عريس يا ريت يا رب. فريدة، فريدة الحقيني يا عم. انت فريدة؟ صح، الدكتورة شمس بسرعة. فريدة حبيبتي، فريدة يا اختي، فريدة فوقي يا اختي، فوقي يا فريدة، فريدة فريدة فوقي يا حبيبتي، فوقي فوقي يا اختي، فوقي. ايوه ممدوح، ازيك يا دلال؟ اهلا يا ماما. معقول؟ ازيك؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ فين المفاجأة؟ مش كده يا ماما؟ انت كنت مسافر في ايه؟ كنت رايح في ايه وجاي في ايه؟ جاي اطمن عليكم. جاي تطمن علينا ولا جاي تطمن على قمر يا واد انت؟ على العموم امل نجحت وزي الفل وجالها جواب اكتر بالتنسيق وراحت كليه الاداب. اصلها وحشتني قوي، لسه مش واخد النبعد عنها.
18 سنة وهي عايشة معايا، ما كنتش بسيبها إلا لما أروح أشوف أبويا. يا حبيبي يا ابني، أنت كده بتحبها؟ خسى عليك يا قمر. صحيح يا ماما، صحيح قمر ما بتحبش حد تاني؟ أبدا يا ابني، حقيقي ما حدش يعرف اللي في القلوب، لكن الحاجات دي ما بتستخباش. أيوة صحيح، لو كانت قمر بتحب حد تاني كان قلبي قال لي، كان ضروري حاسب كده. وازاي باباك واخواتك؟ الحمد لله كويس. وازاي شكري؟ اه بخير، ولو اني ما بشوفوش. وعم عاطف؟ راخر ما بشوفوش. يعني ايه؟ ولا حاجة، ما تاخدش بالك. اه هلوسة. ماما انا حاسس من صوتك انه في حاجة مخبياها. لا ابدا يا حبيبي، هيكون في ايه يعني؟ ماما انت مش سعيدة. السعادة يا ابني عمري ما عرفتها من يوم ما سابني ابوك وسافر. صعب اوي على الست ما جوزها يسيبها مع ابنها الصغير في بيت ابوها، والزمن يشيل ويحط فيها. صحيح ابويا الله يرحمه ما كانش مخليني محتاجه حاجه، بس برضه كان ناقصني حاجات كتيره قوي. بعدين اتجوزت عمك عاطف وصحيح حنين، لكن برضه صعب قوي على الواحده اما تعيش مع راجل بيربي في ولدين، واحد ابنه والتاني ابن مراته، لحد ما خدتك شمس وربيتك هي. لكن ده يا ابني برضه كان صعب عليا قوي. وجاي تسالني على السعاده، السعاده دي ما نسيتها من زمان يا حبيبتي يا ماما. الو. ايوه يا ماما. شمس مش جايه ليه؟ يوم سبتي؟ معقول للدرجه دي؟ طب وزيها دلوقتي يا ماما؟ طيب خلاص روحي لها انت، مع السلامه. خير يا ماما؟ بتقولي يوم سبتي وبعدين تضحكي؟ ايه في ايه؟ ايه الحكايه؟ فريده جالها عريس ومن ساعه ما عرفت وهي مغمى عليها وبتعرف. خلاص سيبوها هي هتبقى كويسه، دي جات لها صدمه عصبيه. يقطعني يا اختي، يا ريتني ما كنت اتكلمت. بلا عريس بلا زفت. عريس؟ هو فين؟ فين؟ فين العريس؟ هي نطقت يا ماما شمس. استريحي يا فريده، استريحي. لا مش عايزه استريح، لما اشوفه اشوفه الاول، اشوف العريس الاول. يا اختي ما انت شفتيه عند الست حكمه، وهو كمان شافك. ايه؟ لا انا ما شفتوش، ما خدتش بالي منه. ده راجل زي الفل وكمان مبسوط. ايه يعني هيتجوزني يا خالتي؟ ايوه يا روح خالتك. ايه ده؟ هلبس فستان ابيض وطرحه كده؟ الله. مش مهم يا بنت فريده تلبسي فستان ابيض، المهم تتجوزي وخلاص. لا مهم، مهم فستان ابيض. حاضر نعمل لك فستان ابيض وطرحه كمان وطرحه، ونقعد انا وهو في الكوشه ونزفت، قصدي نزف. ياه الجواز مهم قوي للدرجه دي؟ طبعا كل انسان بيبقى له هدف في حياته، ويا ويله لو ضاع منه. يلا يلا، هي بقت كويسه قوي، سيبوها ترتاح. يلا يلا يا ماما. يلا يا اختي. الله هتجوز. تعالي شوفيني يما بالفستان الابيض والطرحه. هتجوز. دكتور وجدي. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير يا دكتور. ايه بقالك مده يعني ما بتخش عندي القهوه في المكتب، ايه الحكايه؟ حقيقه ما حبيتش افرض نفسي عليك. ده وعدك برضو انك انت هتقف جنبي؟ انا دايما جنبك يا شمس، وتاكدي ساعات ما تحسي انك محتاجاني هتلاقيني جنبك. ده ما يمنعش انك تاخد القهوه عندي في المكتب، هستناك. تحت امرك. عن اذنك. او انت كده هتخلي العريس يتجنن عليك. يعني انا حلوه؟ حلوه قوي قوي يا قمر. قوي يا طنط فريده، حتى بصي في المرايه. مش مصدقه نفسي، مش مصدقه نفسي ان انا حلوه يا قمر. اقرصك عشان تصدقي؟ اقرصيني يا قمر. لما اروح افتح الباب عن اذنك. انا حلوه وجميله كده احلى.
لا كده ولا كده. لا كده يا اختي عامله ايه؟ ولا كده هتكرس علي يا ابني. شوفيه ممدوح. اهلا يا ممدوح. ازاي؟ ازيك يا قمر؟ الحمد لله. جيت امتى؟ بقالي يومين. اتفضل. معقول يا ممدوح يبقى لك يومين في مصر وما تجيلناش؟ طب طنط دنيا ما قالتلناش ليه في التليفون؟ انا طلبت منها كده. ليه يا ممدوح؟ مش عارف، ومع ذلك اديني جيت. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. وحشتيني. وانت كمان يا ممدوح. صحيح يا عمر. ودي عايزه كلام بس. على فكره ماما شمس هتزعل منك قوي، هتعرف انك بقالك يومين في مصر وما جيتلنيش. انا هعرف صالحها. قولي بقى، ايه اللي جابك على طول كده؟ ده انت لسه مسافر. جيت اشوفك. ياه، جيت من اخر الدنيا عشان تشوفني؟ ده انا باين عليا بقيت شخصيه مهمه قوي. لسه مش عارفه يا قمر. المهم قولي بقى، عملت ايه في شغلك؟ ابتديت تشتغل مع باباك؟ ايوه، ما عندكيش فكره بابا مبسوط مني قد ايه. في الفتره القصيره اللي انا قعدتها معاه قدرت اعمل حاجات كتير. ربنا يوفقك يا ممدوح. وانتي؟ خلاص دخلت الكلية. ألف مبروك. ها، وهتقعد في مصر قد إيه؟ أنا مسافر بعد يومين. على طول كده؟ مادام شفتك واطمنت عليكي، خلاص هقعد ليه؟